السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، مرحبا بكم مجددا. الإخوان إن شاء الله اليوم غادي نقوم بتغيير هذه الشاشة. هذه الشاشة فهي منكسرة، وسوف أقوم بتركيب شاشة أخرى يعني مختلفة شيئا ما عن هذه الشاشة. يعني التايكون فهو مختلف، يعني لاحظوا هذا التايكون أصدقائي كيف هو، وسوف لاحظوا هذا الفليت كابل الذي يوجد في الكارتمير لهذه البانيل على هذا الشكل كما تلاحظون، ولكن الشاشة الأخرى فهي مختلفة، يعني فليت كابل فهو مختلف على هذا الفليت كابل كما تلاحظون. إذن أصدقائي سوف نقوم بإحضار، لاحظوا الشاشة، هذه الشاشة، لاحظوا الاختلاف، لاحظتم؟ يعني هذه الشاشة فهي مختلفة، قمت بتركيبها هنا، لاحظوا التايكون فهو مختلف عن التايكون الذي رأيتم يعني في الأول، لاحظتم؟ إذن يوجد اختلاف. لاحظوا أصدقائي الفليت كابل لهذا كارت مير أو بطاقة الأم، ولاحظوا التايكون لهذه الشاشة فهو يعني مختلف. إذن أصدقائي في هذه الحالة سوف أقوم بإزالة هذا الرأس للفليت كابل كما تلاحظون، وسوف نقوم بتركيب الفليت كابل في التايكون. إذن في هذه الحالة أصدقائي نقوم بإزالة هذا الرأس كما تلاحظون، سوف أوضح لكم الصورة. لاحظوا طريقة إزالة هذا الرأس فهو يعني طريقة سهلة، سوف تلاحظون كيف سوف أقوم بإزالته. إذا لاحظوا نقوم ب يعني إدخال أداة في هذا المكان كما تلاحظون، هي طريقة بسيطة وسهلة أصدقائي. إذا لاحظوا معي قمت بإزالة، لاحظتم؟ لاحظوا الآن سوف أقوم بنزعه هكذا بكل سهولة، والآن سوف نقوم بتركيب يعني الفليت كابل مباشرة مع التايكون، لاحظتم؟ على هذا الشكل. إذن كما تلاحظون أصدقائي قمنا بتركيب الفليت كابل، وقمنا بإزالة ذلك الرأس الذي يكون في الفليت كابل. إذن أصدقائي أعتذر على هذه الصورة المصغرة، المهم أن تصلكم المعلومة بالشكل الصحيح. إذن لاحظوا أصدقائي قمنا بتثبيت الفليت كابل في مكانه، والآن سوف نقوم بتجريب الصورة على بركة الله. إذا لاحظوا معي الليدات فهي شغالة بشكل جيد، والآن سوف نلقي نظرة على الشاشة. إذا كما تلاحظون أصدقائي رغم أن التايكون يعني مختلف والشاشة مختلفة، لاحظوا الصورة يعني اشتغلت بشكل جيد، الألوان يعني جيدة، لا يوجد أي خلل في الشاشة رغم أن الشاشة فهي مختلفة على الشاشة الأخرى. إذن كما تلاحظون أصدقائي يعني كل شيء يشتغل. إذن سوف نلقي نظرة على الصورة، نشغل فيديو. إذن لاحظوا معي أصدقائي الصورة يعني بصراحة صورة يعني جيدة وواضحة. إذن أصدقائي إن صادفكم يعني شاشة مختلفة مثل هكذا، يعني نقوم بإزالة ذلك الرأس في الفليت كابل. وبعض الأحيان أصدقائي يعني الشاشة لا تشتغل، يعني تواجه بعض المشاكل، سوف أريكم يعني بعض المشاكل التي أواجهها يعني في بعض الاختلافات في الشاشات. يعني تعطيك مثلا صورة على مثلا هكذا، لاحظوا يعني مزدوجة، و
إن قمنا بالدخول إلى سيرفيس ميني ولم ينحل المشكل، أقوم بتمرير يعني تحديث مناسب للشاشة وتشغل. نلاحظ معي مثل هذا المشكل، سوف أقوم ب يعني تمرير له التحديث المناسب له، وسوف تلاحظون بأن الشاشة يعني تختفي ذلك الصورة المزدوجة. إذا نقوم بالضغط على زر ميني 2008، إذا تعطينا أقيمة على هذا الشكل. لاحظوا معي، نقوم بالنزول إلى الأوبغراد ونقوم بالضغط دخول إلى USB التي يوجد فيها التحديث USB أوبغراد، نعطيه يس. سوف يتوقف التلفاز، نلاحظ معي التلفاز الآن يقوم بأخذ التحديث المناسب. لاحظوا الصورة فهي مزدوجة، والآن عندما نقوم بتمرير له التحديث المناسب للشاشة يعني سوف تشتغل بشكل جيد. إن صادفكم هذا المشكل وقمت بالدخول إلى سيرفيس ميني ولم ينحل المشكل، يعني أنا شخصيا أقوم ببحث عن التحديث المناسب للشاشة وتشتغل معي. إذا ننتظر حتى يعني تكتمل العملية، انستال سيستم كومبلي. إذا لاحظوا معي بينفوني يعني الآن الصورة اختفت، الصورة المزدوجة، لاحظتم أصدقائي؟ نلاحظ الآن الصورة، يعني هذه هي الطريقة التي أعمل بها دائما، لاحظتم؟ إذا الآن الصورة يعني تشتغل بشكل جيد كما تلاحظون. إذا هكذا أصدقائي، نقوم بتجريب مقطع فيديو، إذا الشاشة تكون يعني بعض الشاشات مختلفة، هكذا نقوم بحل بعض هذه المشاكل بهذه الطريقة. إما يكون الكابل غير مناسب نقوم بعمل تعديل عليه، وإما السوفت وير نقوم بعمل تحديث يعني مناسب للشاشة. إذا أصدقائي الصورة فهي تشتغل بشكل جيد. إذا أصدقائي أتمنى هذا الفيديو أن ينال إعجابكم، وأن تكونوا يعني استفدتوا من هذا الفيديو أو هذا الدرس، وإلى معلومة أخرى إن شاء الله و درس جديد. إذن أصدقائي دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.